تكريما لأسر الشهداء ولأبطال الجيش العربي السوري واحتفاء بانتصار حلب. أوبريت غنائي استعراضي في حلب بعنوان الدم حبر الحق. برعاية وزير الدفاع العلم الفريج، قدمت الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء الأوبريت الغنائي الاستعراضي بعنوان الدم حبر الحق، تكريما لأسر الشهداء ولأبطال الجيش العربي السوري واحتفاء بانتصار حلب، وذلك في صالة الأسد الرياضية بالمدينة. الله ينصر سوريا ويرحم الشهداء ويشفي الجرحى. دم ابني الشهيد هو فداء الوطن. هدول اخواتي وانا بفتخر فيهم، وهدول شهداء، والله يرحم ويرحم شهدائنا ويشفي جرحانا ان شاء الله، وننتصر تنتصر سوريا كلها ان شاء الله. عندي 3 شهداء وعندي 12 شاب ومستعد، وعندي 2 جرحى، وانا مستعد كله لهالوطن، فدي هالوطن وانتصارنا اللي صار بحلب. انا ابوي شهيد وبفتخر فيهم مشان هالنصر لسوريا. ابوي شهيد وعندي والدي ووالدتي مفقودين من 3 سنين ونص عن جبهة النصرة. هون احنا حابين هلا بس العالم تعرف قصتنا وتعرف كل شيء عنا، يعني هون بحلب موجودين باذن الله صامتين. الأوبريت تضمن لوحات غنائية واستعراضية راقصة جسدت على مدى ساعة من الزمن محطات من تاريخ سوريا وحضارتها وما تعرضت له من عدوان وكيفية تصدي السوريين له والانتصار عليه، بدءا من أوغاريت ومرورا بتدمر وصولا لتاريخ سوريا الحديث. نحن اليوم جينا على مدينة حلب وكان لنا الشرف نكون مع أهلنا لنحتفل بانتصار حلب على قوى الإرهاب. نحن اليوم جبنا هاي الأوبريت اللي هي عم تحكي عن تاريخ سوريا. نحن عنا تاريخ مشرف، نحن حكينا عن أبولودور الدمشقي، حكينا عن يوسف العظمي، حكينا عن كتير شخصيات، بس نحن الشيء اللي بنرفع رأسنا فيه إنه نحن اليوم عم نصنع حاضر، بكرة أحفادنا رح يحكوا عن شهيد حسن تركماني، رح يحكوا عن مصطفى العقاد، رح يحكوا عن شهداء كتير ضحوا بدمهم لحتى ترجع حلب وترجع سوريا كلها عزيزة وكريمة. جئنا بأوبريت غنائية لمدينة الطراب لنقول الفرح يبدأ من حلب والنصر بيبدأ من حلب إن شاء الله. العمل حكى عن نفسه، أنا بس بدي أقول شكرا لحلب أعطتني الشرف أن يكون من أبناء. كل فنان أو كل مغني هو عم بيغني مدينته مثل ما شفنا يمكن، فهذا الشيء شجعني. طبعا هذا عمل ضخم ونحن تعبنا فيه كتير، وما في مشكلة إذا تعبنا، أولا هي بلدنا سوريا وهي مدينتنا حلب. شخصيات العمل أداها عدد من الفنانين مثل وفيق حبيب وصفوان عابد وعبير بطل وسوزان الوز وميرنا ملوح وعاصم سكر وفارس ياغي، فيما تولى الفنان فادي صبيح دور الراوي الذي يربط بين أحداث وشخصيات الأوبريت بمشاركة أكثر من 100 راقص وراقصة من فرقة آرام للمسرح الراقص. اتحاد شبيبة الثورة يحتفل بانتصارات حلب ضمن أوبريت حمل عنوان سوريا قلادة الشمس. ملامح الانتصار التي ترسم مشهد الحياة في قلب حلب كانت هاجساً إبداعياً، جمع أكثر من 60 شاباً وشابة على مسرح نقابة الفنانين في حلب ضمن أوبريت حمل عنوان سوريا قلادة الشمس، وذلك بحضور رسمي وشعبي كبير. مشاركتنا اليوم كمنظمة بهذا الاحتفال الفني ضمن روابط فرع حلب لاتحاد شبيبة الثورة وعقد مجالس الاتحادية ومن ثم بعض الأنشطة التطوعية، وبالتأكيد دليل على أنه حلب بدأت تتعافى، وأيضا مشاركة شباب الوطن اللي هم الاعتماد عليهم في المرحلة القادمة في بناء سوريا. دعم لشباب حلب لحتى فعلا نبدأ بإعادة أعمار، لأنه مثل ما كلياتنا شفنا أنه إعادة البشر هي أهم بكثير من إعادة أعمار الحجر، لأنه إعادة أعمار حجر بسيط موضوع مادي، لكن الحرب على سوريا كانت هي حرب إعلامية حرب فكرية. نحن كفرع حلب تحجي بثورة جاهزين لحتى فعلا نعيد البشر وفق خطط واستراتيجيات عمل رح نحطها وتطلع نتائجها قريبا. سلسلة تاريخية قدمها المشاركون بأسلوب فني حاكى صمود الشعب السوري وجيشه الوطني أمام كل التحديات وصولاً إلى النصر. أوبريت سوريا قلادة الشمس ملحمة تاريخية عم نصور فيها الأحداث سوريا من ابتداء من 6 أيار وقت إعدام المفكرين السوريين واللبنانيين، مروراً بالاحتلال الفرنسي، عصر الانقلابات، عصر النهضة. هلأ نصر حلب أنه
انتصر جيشنا بحلب، ما عاد في إرهابيين، إنه دحرنا الإرهاب. هو هذا أوبريت اسمه سوريا قلادة الشمس، هو بمناسبة هالانتصارات بحلب. أنا أخذ حاليا دور الشاب اللي هو عم بيمثل الشعب اللي كتير أكيد فرحان بالانتصارات اللي قدمها جيشنا العربي السوري. العمل يعبر عن ملحمة عن تاريخ سوريا الحديث والمعاصر، تخللته الأحداث منذ الاحتلال العثماني تباعا ومقاومة الشعب العربي في سوريا، أيضا للاحتلال أو الاستعمار الفرنسي مرورا بالتصحيح. رجعت حلب ورجع أيام الشغل وأيام الضحك وأيام هي حلب، هي أجواء حلب. فعالية كتير حلوة، طلعت بشخصية إبراهيم هنانو، بتجسد من قبل إنه شلون كنا قبل وهلا لحد انتصار حلب. شيء مهم وشيء بيرفع الراس، واللي احنا نشوفه إنه جمهور حلب استطاع أن يعيد الحياة، والشباب رجعوا الحياة. وأتمنى أن يكون هذا العرض رسالة لانتصار حلب. لوحة نصر رسم خيوطها على الأرض أبطال منحوا الحياة معانيها المقدسة من صمود وتضحية، رجال الجيش العربي السوري، رجال الحق، طوبى لكم. ومن حلب يختتم تجمع شباب الوحدة الوطنية أطول رسالة وفاء للوطن وقائده. المحطة الأخيرة كانت محافظة حلب الشهباء، وفيها أطلق تجمع شباب الوحدة الوطنية القادم من دمشق والمحافظات السورية المراحل النهائية من إنجاز أطول رسالة وفاء لسوريا وقائدها. نحن اليوم في انتهاء مبادرة أطول رسالة وفاء للوطن ولقائد الوطن اللي انطلقت في مطلع العام 2012، واللي صرحنا أنه حتوصل لمبتغاها اللي هو بطول 10 كيلومترات. نحن اليوم بتنا بالكيلو التاسع، ونحن ننطلق من محافظة حلب من مقر فرع حزب البعث العربي الاشتراكي لمحافظة حلب لنتمم الكيلو العاشر، وتكون أطول رسالة ستقدم المحافل الدولية لرفع العقوبات الجائرة على سوريا ظلما وعدوانا. نحن اليوم متواجدين لنثبت للعالم أجمع أنه حلب إلنا، حلب آمنة، جايين نشارك النصر والفرحة لأهلينا بهي المحافظة الصامدة. متواجدين اليوم مع أطول رسالة بالعالم، رسالة السيد الرئيس، أطول رسالة حب وفاء للوطن ولقائد الوطن. زيارات سيقوم بها الوفد انطلاقا من مدرج حزب البعث العربي الاشتراكي في المدينة بهدف كتابة رسائل من قبل السوريين، وستشمل عددا من أحياء مدينة حلب بما فيها القلعة، إضافة إلى بلدات في الريف بما فيها نبول والزهراء. أعضاء الوفد عبروا عن سرورهم لختام مبادرتهم في مدينة حلب التي تعيش أفراح الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب. نحن جايين من كل محافظات سوريا على محافظة حلب لنشارك أهل حلب بفرحتهم بالانتصارات، جايين لندور كل شوارع حلب لنهني العالم بانتصاراتهم، جايين لنأكد العالم كلياته أنه نحن ضد كل الفتن والمؤامرات اللي حاكوها ضد سوريا. نحن كلياتنا شعب واحد مستمرين بمحافظة حلب سواء إيدنا وإيدكم لمدة 9 أيام رح نجول فيها كافة المناطق والأحياء بحلب بإذن الله. نحن على مدى 9 أيام رح نكون متواجدين أغلب المناطق المكتظة بالعالم لحتى نحسن نوصل لأقرب الناس من عساكر، من مدنيين، من طلاب جامعات. إن شاء الله رح نحسن نكون معهم نرسم الفرحة والبسمة على وشهم مثل ما عودناهم. وزار أعضاء الوفد في وقت سابق عددا من المحافظات السورية بما فيها المناطق الحدودية بغية الوصول إلى المواطنين ليشاركوا في كلمات تعبر عن ما في قلوبهم من حب ووفاء للوطن. منظمة طلائع البعث تقيم مجلسها السنوي في درعا، والمداخلات تركز على تحسين الواقع التدريسي. برعاية فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي، أقامت منظمة طلائع البعث بدرعا مجلسها السنوي تحت شعار جيشنا الباسل قدوتنا ورمز صمودنا، وذلك بحضور أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من أعضاء المنظمة وعدد من المعلمين وطلائع البعث.
المجلس تضمن مداخلات متعددة طلب من خلالها عدد من المدرسين والمشرفين وطلاب طلائعيين بعدة طلبات من شأنها تحسين الواقع التدريسي في المحافظة عموماً، كما تضمن أيضاً مناقشة للمناهج التربوية والتدريسية. عملية البناء تأتي حكماً بعد الانتصار، وأول عنصر في بناء هذا الوطن هو بناء هذا الجيل الذي تضرر بسبب هذه الأزمة، والمعني بهذا الأمر هي كل من يختص بالعملية التربوية وبمنظمة طلع البعث بإعادة توجيه وترميم كل نقص وتشويه في فكر هؤلاء الأطفال وعودة تفكيرهم وانتمائهم إلى هذا الوطن ولمحبة هذا الوطن. نحن انبثقت هناك بعض المقترحات من أجل أن نفعل جميع ونذل عمل منظمة طلع البعث، وأن هذه المنظمة اليوم تمتلك حاضنة كبيرة من الجماهير التي تدعم مسيرة منظمة طلع البعث، وأننا اليوم معنيون بتربية أبنائنا التربية الوطنية السليمة. سنعمل على الترجمة الحقيقية وخاصة الدعم المالي للأنشطة التي هي مرتكز حقيقي لكي نخطو الخطوة المتقدمة، وستعمل المنظمة على تأمين هذه الاحتياجات المادية لكي تكون هذه الأنشطة الطفلية وهي أمانة في رقابنا في أفضل الإخراجات على مستوى فرع درعا وعلى مستوى القطر بإذن. أمين الفرع وأعضاء قيادة المنظمة وجهوا الشكر والتحية لجيشنا الباسل صانع النصر. تستمر محافظة دمشق بتأمين مصادر المياه البديلة النظيفة الصالحة لاستخدامها للمواطنين بعد خروج أجزاء من نبع عين الفيجة عن الخدمة بسبب اعتداءات الإرهابيين. أنا بدي المواطن هو ماشي بالسيارة أو ماشي سيارة على الأقدام يشوف لوحة مكتوب عليها مناهل تابعة لمحافظة دمشق، ماشي مجاناً تماماً. منذ انقطاع المياه عن دمشق بسبب خروج أجزاء من نبع عين الفيجة عن الخدمة بعد تفخيخه من قبل إرهابيي جبهة النصرة، وتأمين المياه يتصدر أولويات عمل الحكومة لإيجاد المصادر البديلة بما يضمن وصول المياه النظيفة للمواطنين. بالخطة الحالية الإسعافية 150 ألف متر مكعب يومياً عم ينضخوا من الآبار الاحتياطية. تم ربط شبكة المياه اللي هي 150 ألف متر مكعب ب 67 بير موجودين في الحدائق مدينة دمشق. الحدائق اللي الآبار اللي تم ربطها على الشبكة كلها مفحوصة مخبرياً من قبل وزارة الموارد المائية ووزارة الصحة. الآبار اللي تم التطابق عليها أو التوافق عليها من قبل الوزارتين تم استخدام الآبار اللي تم استبعادها هي النتائج كانت غير مقبولة من الطرفين. توجه دائم لدى محافظة دمشق للمتابعة والرقابة لضبط بعض الصهاريج الخاصة التي استغلت حاجة الناس ببيع مياه من مصادر غير معروفة وغير خاضعة لفحص السلامة. هلا السيد محافظ البارح وجه انه نشكل لجنه لدراسه هذا الموضوع، شو الغرامات المترتبه وشو الاجراءات اللي لازم نقوم فيها نحن لمنع هذه الظاهره. يعني مثلا ممكن يكون في شهاده مخبريه او من وزاره الصحه او من وزاره الموارد المائيه. احنا منعقم الاماكن اللي في الابيار اللي فيها خزانات، اما البير اللي ما فيه خزان عم نعقم للمواطنين دغري، انه انت مثلا عندك بعدهم بدك تشرب منه بنحط لك حبه، اما اللي ما بده يشرب ما فينا احنا نجي نعطي لكل الناس بهالكميه الكبيره، فبس للشرب له هذا صالح عن طريق الحبه. تمام جيده جدا، وصلنا 3 ايام عم نشربها ولا احلى من هيك. ما شفت شيء منها، كثير طيبه. الحمد لله بركه. وفي مديريه الامراض الساريه والمزمنه نفى الدكتور احمد ضميريه وجود اي حالات تسمم او اصابه ناجمه عن تلوث المياه كما اشيع. تم إجراء تحليل فيزيوكيميائي وجرثومي للمياه للآبار الموجودة اللي عم تنضخ بشبكة المياه، وحددت الآبار التي يجب أن يؤخذ منها المياه لضخها في الشبكة، إضافة الكلورة اللي عم تقوم فيها مؤسسة المياه بشكل يومي قبل الضخ مباشرة، تكلور المياه لتصل نظيفة ومعقمة وصالحة للاستخدام شربا أو طهيا.
الحكومة السورية مستمرة في تلبية مستلزمات مواطنيها، والمياه النظيفة التي تصل لجميع المواطنين في دمشق خير دليل على ذلك.